نشجعوا على القراءة، لأنه بمواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا هذه والهواتف والسمارت فون نعم. بعدتهم قليل، لذلك يعني هذه المسؤولية يعني هي على عاتق الأولياء أولا. أكيد يعني لابد أن تعلمي الطفل مثلا، تعلميه مثلا من الصغر، تعلميه من الصغر مثلا كيفاش يرتب حوايجه، كيفاش مثلا يغسل سنانه، كيفاش الصلاة، التربية مثلاً. التربية لازم تدخل، الحب المطالعة يدخل في إطار هذه التربية ويصبح جزء لا يتجزأ من حياته اليومية. أكيد. يعني الأولياء يديروا حيز صغير في البيت، أعرف يعني ليس سهلا لبعض الأولياء يعني خاصة اللي يخدموا لا خاصة اللي مدخلهم يعني ضعيف، يعني تقول لك انا اللي نروح نشيل لهم كتاب، نروح نشيل لهم حاجه حوايج ولا لبسه. لكن صدقيني لو مثلا حبوا الطفل منذ صغره، او مثلا حثوه على انه يجمع يدير شحيحه ويجمع هكذا الاموال، تقول لهم على غونتخي تاع المدرسه نشيلوا قصص مثلا، الطفل يقلد، تعلميه يغذي العقل فعلا. والطفل يقلد، الطفل عندما يرى والديه مثلا يديروا الرياضه يحب يدير الرياضه، لما يشوف تلفزيون يحب يشوف تلفزيون، لما يشوف اولياء يقراوا يتبع الاولياء تاعو. نعم تصبح جزء لا يتجزأ من حياته اليوميه. هذا الشيء اللي هذا نشوفه، ربما الطفل كي يدخل يقرا يحب يعاند ولا يقلد الزملاء ديالو، خاصه في ابتداء مثل السنوات الطفل يقلد اكثر مما يستوعب الفكره عندما تهدري له. لذلك ما يحبش الاوامر الطفل، ما يحبش الاوامر. مثلا قولي له مثلا مره في الاسبوع، مثلا مره في الاسبوع يخرجوه للحديقه، يخرجوه للالعاب، معليش نديرو يلو كان نص ساعة اليوم عندنا حصة مطالعة، الأم تجبد كتاب، الطفل يجبد كتاب، وبعدين تحفزو تقول له مثلا دير لي غوزيمي على هذه القصة، واش فهمت فيها، واش هنا يتطور فكر الطفل ويصبح يحبب له الكتاب ويصبح جزء. مثلا قصة قبل النوم أنا كنت نديرها لولادي مثلا لما نجيو نرقدو، وليدي اليوم نقراو قصة قبل العادة اللي كبرنا عليها ورانا نشوفوها تندثر حاليا. نعم. احنا بكري كنا قبل ما ناموا جداتنا تحكي لنا قصصنا، القصص الشعبية الخيالية الجميلة التي الغولة، خاصة أن كانت عندي جدتي كانت ذكية جدا، لأن كانت هي طبيبة يعني طبيبة الأعشاب، كانت حكيمة، عندما تحكي لنا قصة تخلينا ذلك التشويق للقصة، تقول لهم تقولنا غدوة نكمل لكم واش صرا، مثلا الغولة والجبل الغول، سبعة صغرونة، هذوك القصص بقرة اليتامى، ما كاش اللي ما كبرش على الغولة. جميلة سجي تخلينا نرقدوا وحنا متشوقين، غدوة لازم اليوم جدتنا راهي تكملنا القصة، كيفاش واش صرا مثلا الحديد وين، واش صرا الجحا، نفس الشيء يعني نفس الشيء تكون يعني الأولياء يرسخوا هذه الفكرة المطالعة في أذهان الأطفال.